قبل بداية أجمل حكاية أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. سنتابع معا أحداث مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو. المعلق الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم وأنقل لكم أحداث هذه المباراة. لنلقي نظرة على تشكيلتي الفريقين. وركلة البداية، ميسي، سيرجي روبرتو، ميسي، اختاروا لاعب الكرة إلى الخلف، ياكو أسباس، يحاول فك دفاعات المنافس، اللاعب يستلم الكرة. أغويرو يلعب كرة إلى اليسار، يحاول أن يلعبها بينية، هل سينجح هذه المرة؟ لقد فعلوها. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. الهدف الأول في توقيت مبكر. نوليتو يتسبب في خطأ مؤكد. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. جوردي ألبا. لو مرت لكانت خطيرة، دفاع ممتاز. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. سيرجي روبرتو. بداية كابوسية للفريق باستقبال هدف مبكر في الشوط الأول من اللقاء. كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره. لو كانت اقتربت أكثر من ذلك لدخلت المرمى. يحاول لعب كرة بينية غدارة. سيرخيو بوسكيتس يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. والكرة للمنطقة الأمامية. سيرخيو بوسكيتس. سيرجي روبرتو.
مرت الكرة، ليس متسللا هنا، كانت التوزيعة غير دقيقة بالمرة، والكرة ملعوبة إلى الأمام، كرة على الجانب، اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير، يلعبوها للأمام، اعتراض رائع، منع الندم وجنب الألم. ممفيس ديباي يلعب كرة بينية، يلعبها بينية أرضية، نجح في تشتيتها وإبعادها. وتعود الكرة إلى القلب، قطعها في الوقت المناسب، أحس بقوة التهديد ووصل للكرة، تلعب الكرة ناحية اليمين، وتعود الكرة إلى القلب، يحاول فك دفاعات المنافس، يحاول أن يلعبها بينية، قد تكون هذه فرصته. يرسلها إلى الأمام، فشلوا في الاستفادة من هذه النهاية. توزيع ناحية اليمين، نوليتو، إياغو أسباس، تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور، تلعب الكرة ناحية اليمين، هذه هجمة واعدة، ماذا سيفعلون بها؟ يحاول لعب كرة بينية غدارة، نوليتو يلعب كرة على الجانب الأيمن، جوردي ألبا، توزيع على الرواق، قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. توزيع ناحية اليمين، فاصل من التمريرات الجميلة، يلعب كرة بينية، من سيستلم هذه التمريرة التولية؟ يلعب كرة إلى اليسار، نوليتو يحاول تمريرها عبر الدفاع، يركلها ناحية المرمى، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة، يلعب كرة بينية، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، سيرجي روبرتو، ميسي يخترق من على اليمين، يلعبها طولية، كرة معتادة ودفاع فوق العادة، نهاية 45 دقيقة أولى، الأهداف ما زالت غايبة ولكن الأداء جيد إجمالا، والعودة إلى غرف الملابس متأخرين في النتيجة تعتبر من باب سوء الحظ ليس أكثر، وإمكانية العودة في المباراة ممكنة. يبدأ الشوط الثاني من المباراة، برشلونة لا يجب أن يفقد أعصابه،
لأنه لم يخسر رهانه بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيهم على التعويض والعودة من جديد. جدار دفاعي رهيب، تركيز دفاعي مرعب. يلعب كرة بينية ساقطة، كانت قريبة للغاية، لكن طالما لم تدخل المرمى فلن تحتسب. نوليتو، إياغو أسباس يلعب على أقصى الرواق. سيرخيو بوسكيتس، تلعب الكرة ناحية اليمين. بالان، يحاول أن يلعبها بينية. جوردي ألبا، كرة طولية إلى الأمام. سيرخيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو يحاول لعب كرة بينية غدارة. التوزيعة مش معقولة ولا مقبولة. دفاعات المنافس وتخرج الكرة إلى رمي التماس. يبحث عن زميله أغويرو، يوزع كرة على اليسار. هو جوردي ألبا، وصلت إليه، عدت الكرة وباش يسجلوها. هو جوردي ألبا يريد الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كرة على الأطراف، افتكاك مميز خلصهم من الخطر. والآن الكرة ملعوبة للأمام. سيرخيو بوسكيتس، جوردي ألبا، ممفيس ديباي يحاول أن يلعبها بينية. لديه الفرصة، مراوغة رائعة، لم يخاطر على الإطلاق. سيرجي روبرتو، ميسي يسيطر عليها، يحاول فك دفاعات المنافس. يواصل الحارس تألقه واستغلوا الفرصة وأصبحت في المرمى. أغويرو كان بردة فعل ممتازة، لكن الحارس يتحمل جزء من المسؤولية لأنه كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان. النتيجة إلى نقطة البداية بهذا التعادل. توزيع ناحية اليمين، ميسي، يعيد الكرة إلى الوراء لبناء الهجمة. بالان،
نوليتو بالون تمريرة بذكاء وتخرج الكرة إلى الرمية التماس. وتخرج الكرة إلى الرمية التماس. مهارة كبيرة. هنا نالوا الركنية. بالون يلعب كرة قصيرة. ممفيس ديباي يلعب كرة طولية. استخلاص ناجح، تدخل ممتاز وسليم بدون أخطاء. ممفيس ديباي اختاروا لعب الكرة إلى الخلف. سيرجي روبرتو. ميسي يحاول أن يلعبها بينية. وتخرج الكرة إلى الرمية التماس. يحاول لعب كرة بينية غدارة. كانت هذه الكرة لتسعد جمهور الفريق المضايق كثيرا. كرة طولية إلى الأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أغويرو يلحق بركب الهدافين. يقرر التسديد ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. يمكن استغلال المساحة إذا كانت التمريرة جيدة. فقد كانت سريعة ودقيقة ولذلك كانت ناجحة. برشلونة متقدم بفارق هدف الآن. يحاولون بناء الهجمة من الخلف. الكرة للأمام. يلعبها للجانب الآخر من الملعب. هل سيمر إلى الداخل؟ يحصل عليها جوردي ألبا. دقائق بل ثواني هي المتبقية من عمر المباراة ويتحقق لهم الفوز. كرة على الأطراف. نوليتو يلعب كرة إلى اليسار. قد تكون هذه آخر هجمة لهم. يصفر الحكم. أعتقد أنه يحتسب المخالفة. مما يبدو فإن الحكم سيقوم بتحذيره شفويا فحسب، وبالتأكيد يطالبه بالهدوء والتحكم في الأعصاب. ها هو أغويرو أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. الحق
الحكم يراقب ساعته في انتظار صفارة النهاية في أي وقت من الآن. كرة طولية إلى الجناح، ليست تسللا. جوردي ألب، هكذا نصل إلى النهاية، انتهت المباراة. كانت بعض الفرق الأخرى ستفقد الهدوء، لكنهم أظهروا تضامن حقيقي في العمل الجماعي، يساندون بعضهم البعض باستمرار ويسعون إلى الفوز، ولا شيء غير الفوز. الفريق يحقق الانتصار ليكتسب المزيد من الثقة في قادم المواعيد.